الله الرحمن الرحيم. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمائه علينا والذي أكرمنا بما قمتم به، وهذه هدية وطن منكم ومن الإداريين والإعلاميين الذين كانوا معكم. نحن أحوج ما نكون ليس فقط للنصر ولجلب الكأس، وإنما لأمر أكبر من ذلك، وهو لمة الناس. وأنتم استطعتم بجهودكم أن يلتم هذا الشعب كله مع بعض، ولا تتصورون ما مدى الفرحة التي غمرتنا نحن كمسؤولين، ليس للإنجازات فقط وإنما تلاحم الناس مع بعضها. هذا إنجاز عظيم، نشكر كل فرد فيكم أن كان لاعباً أو كان إدارياً أو كان إعلامياً، وكنتم على مستوى من الخلق ومستوى من التقدير لهذه الدولة وللمسؤولين فيها وللشعب. نلاحظ نحن من خلال المباراة، أنا لن أصف الإنجازات والأقوال التي حصلت، ولكن لي ملاحظات جميلة جداً. أنا لاحظت لاعب أمام الجول كان بإمكانه أن يعمل حركة لما دفع مرة ودفع مرة ثانية دفع، لكن كرامته ما أعطته أنه يمثل. وأنا أكبرت في هذا اللاعب إكبار أن هو أكبر من هذه المهازل. هذا مظهر حضاري لهذه اللعبة، أنك لا تمثل، وهذه وصيتي لكم. نحن شاهدنا من خلال المباريات الأخرى الصريخ والادعاء والكذب والكذا، لكن منكم أنتم ما شاهدنا شيء، الحمد لله. فهذه ناحية. الناحية الثانية التفاني في الأداء، لم يتأخر أحد، والكل كان يواكب الكرة، والكل كان يبادر إلى الإنجاز والإثارة. يعني نحن نلاحظ، لو واحد يلاحظ كل الكور التي وصلت أمام الجول، ما وصلت يعني بجهد إنسان لوحده مثلا، لا، الكل متعاون، الكل يتعاون على خلق هذه اللعبة. والحمد لله شاهدنا إنجازات عظيمة. نأتي على مستوى المسؤولية، المسؤولين يعني وفوا وقاموا بالواجب، ونحن كذلك من وراهم يعني نلبي أي شيء كانوا يطلبونه. نأتي إلى الإعلام الجيد، الإعلام الرياضي من المذيع في الملعب والاستوديو اللي يسمونه، يعني كان في أبو ظبي أو الشارقة أو دبي يعني، وكان التحليل الرائع والمستوى من التقييم، التقييم جدا جيد يعني، والحمد لله. يعني لا، أنتم لم تشاهدوا هذه اللقطات، لكن لما يجيبوها لكم هتشاهدونها، لقطات من أجمل ما يمكن. برزوا كفاءاتكم وبرزوا مستوياتكم، ونحن شاكرين لكم ونعاهدكم أن نحن معكم إن شاء الله، وإن شاء الله تكونون دائما سالمين قبل أن تكونوا غانمين. السلامة أهم عندنا من أي شيء آخر. الحمد لله أن لم تكن أي إصابات في لاعبينا، الحمد لله. نحن لاحظنا الآخرين في إصابات وفي تصرفات، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ اللاعبين، ولو أن يعني عموري كان ينضرب كثير، لكن الحمد لله الله حفظه يعني من كذا مرة يعني، لأن ما تعرف أنت هذه خبطة الخاصرة هي توجع، لأن فيها كلى هنا، لأن الحكم جيد كان يلاحظ هذه الحركات يعني. ولكن الحمد لله الله سلمه وسلمكم أنتم كذلك يعني. لا، أنا ما أتكلم عن
كبار الفطاحل هذه، لا هذه لا كبار شوي مثل أحمد خليل، لا يكسر ما يكسروني ما شاء الله يعني جسمي يعني ما حد يقرب عليه يعني، لكن الحمد لله يعني. ونحن إن شاء الله ننتظر إن شاء الله المسابقات القادمة، أمامنا كأس آسيا، أمامنا كأس العالم، أمامنا كثير من المباريات، نريد أن نحن نستمر على هذا الانسجام، بس ما يدخل بيننا أحد، ما يخرب هذا النظام، هذه الألفة كلها. ونحن نوصي الإدارة، نوصي من الوزير إلى الوكيل إلى رئيس الاتحاد، كلهم يكونون يد واحدة حتى ما يكون بينكم خلل، لا ليش ما لعبوني، ليش ما قدموني، ليش غير. نحن نترك هذا للمدرب وللإدارة، ونحن يعني جنود، مرة جندي يكون في المطبخ، ومرة جندي يكون في الجبهة، مرة جندي يكون كذا، فأنت تحت الأمر. إن شاء الله تكون إنجازاتكم كلها طيبة وموفقة. الأخوان يقولون تكلم عن هموم الرياضة، أنا كلاعب يعني أعرف هموم الرياضة، ولاعب يعني من كم يعني من 50 سنة يعني، مش من الحين يعني، اللعب زمان يعني، مش لعب أحد الأيام يعني. لكن نواكب اللعب، نواكب المباريات، نشاهد كل المباريات تقريبا، عندي الوقت اللي أشاهد فيه مباريات عالمية محلية، وحتى المباريات الأفريقية كذلك لها طعم خاص. ولذلك مستوى الرياضة ليس بالجيد، لأن هناك فيه خلل، هذا الخلل لابد من إصلاحه. نحن ما نقول ما تشارك أجنبي، نقول شارك أجنبي، لكن ما أعطي الأجنبي يحتكر علي الجزء الأمامي في التهديف. فإذا كانوا 2 من اللعيبة هو ما خلاص لعبوا وانتوا خلاص، وخذوا ما يطلع عندي هديف، متى بيطلع عندي أنا إذا ما تمرن، إذا ما لعب في هالمباريات. فنحن نقترح، نقبل أن اقتراح يعني، والمسؤولين موجودين وأصحاب الأندية كذلك موجودين، هم كلهم يستمعون يعني. نقول فقط نأخذ 2 أجانب، هال2 أجانب لا يلتقون مع بعض، واحد يشترط أن يكون في الدفاع والثاني يكون في الهجوم، حتى هو يعلمني أنا كيف أمسك الكرة. هو بيعطيني الكرة، لاعب الآن هذا حريف جاي من برا، جاي من برازيل ولا كذا، لكن أنا إذا ضيعت علي الكرة فشو بيقول لي؟ بيقول لي لا صلح ريلك، بيقول أنا أعطيك الكرة استقبل الكرة كذا، بيفهمني. نفس الشيء في الدفاعات، بعد بيفهم الدفاع، لكن الآن هذين يأخذون الكرة ولهم هنا يفتكرونهم برا يلعبون بنفسهم. لا، نحن نقول نوافق على 2 أجانب، لكن واحد يكون في الهجوم واحد يكون في الدفاع، ويشترط إذا هذا يسمح له طبعا أنه يسحب كرة يروح، لأن مرات الدفاع يسجل أجوال يعني، فنسمح له. لكن إذا سحب كرة رايح مشارك ما عليه، والله كرة بتي من الركنية يروح يضرب هد ما عليه، أهلا وسهلا، لكن موقعه هناك وليس هنا، وهذا يشترط في نحن نتكلم معهم أصحاب القرار يعني، يكون قرار يعني لو غير هذا النمط يبقى يختل يعني عليه. فبالشكل هذا ممكن تطلع أجيال كلها تتمرن تتطور. أنا أفتكر يعني أول ما دخلت يعني ألعب أنا كنت صغير يعني عمري 14 سنة يعني صغير يعني، وأول ما دخلت طبعاً حين نلعب من الناس اللي يلعبون خلف الجول في الاستراحة وكذا، كان عندنا دوري كان فيه يعني موجود اللعب، الكلام هذا في سنة 53 مش اليوم يعني 60 سنة يعني. فأنا أول ما أخذت الكرة وسرعت فيها، وافتكر أن نفسي أنا شاطر، لكن وصلت ناحية الكورنر وشت الكرة وراحت برا، فأزقرني هذا اللاعب هندي وكذا، قال لي لا ما بكذا،
قال لا انت بتوصل هنا اوقف الطالع بعدين وقف الكره بعدين شوت الكره اعمل كذا اعمل كذا. دربني هذا اللاعب تدريب شوف كيف. فانا ابغي هالشكل اللاعب الاجنبي لما يكون هنا يدرب على ولدنا هذا اللي وياه يفهمه لو اخطا. يعني كثير نحن من اللعيبه يعني مثلا ما يستطيع هو يعني تعرف يرتبش يتعب في هنا امام الجول التنفيذ مش موجود. بس لو كان في هنا هذا الجول يبقى صنع الكره 1 2 ولا كره ما بتدخل. هذا فيه هنا دفاعات وفي جولجي وفي غيره يبقى هنا حد يخلص كره. فنحن نقول ان هذا بيعلمنا بيشاركنا ان شاء الله. ان شاء الله هذا القرار يسمع قرار يسمع اذان المسؤولين وان شاء الله نحصل ان شاء الله ردة الفعل. ومش في هذه الدوري الان ان شاء الله في السنه القادمه ان شاء الله. ونحن نهني اولا رئيس الدوله نائب رئيس الدوله والحكام واولياء العهود وكذلك الوزراء وكذلك فوق هذا كله نهني اهلكم بكم لان اهلكم فرحتهم كبيره. ونحن يمكن ما حد يلتفت لهم مع ان هم الذين يعانون مره هم الذين ربوا وهم اللي تعبوا. نحن نشكرهم شكر خاص لكل واحد في بيته أهله زوجته أولاده والدته إن شاء الله كلهم. ونقولهم إن شاء الله أولادكم في مأمن نحافظ عليهم إن شاء الله. وإن شاء الله الله يوفقكم وإن شاء الله نلتقي دائما بإنجازات مثل هذه. وشكرا وشكرا على هذه الهدية شكرا. لكم التحية مرة أخرى مستمعين الكرام مشاهدي الكرام من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان ونتواصل معكم. وأيضا في هذه الأثناء طبعا أعتبر أنا ابني وابن أخي وصديقي طبعا هو الطيار علي حمدان خلفان العبادي العرياني بمناسبة تخرجه ما شاء الله عليه من كلية الأفق والعين. تخرج ما شاء الله طيار هوليكوبتر. اي ابوه يشتغل في نفس المجال ولكن ابوه كمثل ما تقول مدير في العمليات. ابوه مدير في العمليات الجويه ولكن هو نفس المجال يعني في طيران وزاره الداخليه ولكن اختار ان يكون طيار. الولد من يوم صغير يبغى يكون طيار والحمد لله تحقق حلمه والتحق الحمد لله رب العالمين بوزاره الداخليه. ومن خلال 3 سنوات تلقى التدريبات الحمد لله رب العالمين وراح الكليه واليوم الحمد لله توه قبل شويه خرجوهم ولبسوهم الاجنحه عام الطيارين في العين كليه الافق ما شاء الله متخرجين. فنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله يا رب العالمين لخدمه وطننا الغالي. ومبروك مبروك الف الف مبروك ايضا لاخوي حمدان علي خلفان ومبروك لابننا وابن اخونا علي والف الف مبروك ايضا لم علي واخوانه واخواته ايضا نقول لهم الف الف مبروك وتستاهلون. وإن شاء الله إن شاء الله مثل ما ذكرنا إلى الأمام دائما في خدمة وطننا الغالي إن شاء الله يا رب العالمين. وهذا ما عهدناه في أبناء الإمارات الحمد لله الجهد والاجتهاد والمثابرة الحمد لله رب العالمين بالنهاية طبعا لخدمة يبون يخدمون وطنهم الحمد لله رب العالمين يجتهدون اجتهاد ويدرسون الحمد لله رب العالمين ويتخرجون ويلتحقون بالكليات أو بالمعاهد الحمد لله رب العالمين بعد ذلك يتخرجون أساس يخدمون البلاد الحمد لله رب العالمين. والله إن شاء الله ومبارك أيضا للي وياه صراحة وايدين ما شاء الله متخرجين وياه أيضا مبارك لهم ونقول لهم ألف 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 مبروك ومبارك لهاليهم. وإن شاء الله إن شاء الله دائما إلى الأمام في خدمة وطننا الغالي وإماراتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة. نتواصل معكم مستمعين الكرام وأيضا بعد ما شاء الله يلا كلها تبريكات هي بعد ما شاء الله بس كلها تبريكات وخلى التبريك يتبع التبريك. أيضا أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى طبعا ولدنا أيضا سالم بن حمد بن سعيد السويدي وأتقدم إلى والدي اللي هو سلطان بن حمد بن سعيد السويدي وأقول له ألف 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 مبروك بمناسبة طبعا زفافه على كريمة أيضا أخونا واللي هو خميس بن سالم بن خميس السويدي نقول لهم ألف ألف مبروك لسلطان بن حمد
بن سعيد السويدي، وأيضا ألف مبروك بمناسبة زفاف سالم ابن سالم على كريمة خميس بن سالم وخميس السويدي. نقول لهم ألف ألف مبروك ودامت الأفراح إن شاء الله والليالي مناح، والله يرزقهم إن شاء الله الذرية الصالحة ويتمم عليهم دائما بخير يا رب العالمين. عندك اتصال خالي دين؟ حاضرين فالك. طيب اللي بعد يقول يبارك حق ام وليام. زين الله يبارك لك يا ام وليام. ام وليام يقول لك قطوة تربت اليوم، كان واحد يابت أربعة ما شاء الله عليها حشي. أربعة وهاي قطوة ام وليام يابت أربعة، سمتهم شيء أساميهم شيء طبيعي ولا قيصري والدي؟ ما تبى حد يدفع عنها رسوم الولادة؟ لا مواطنة، نسيت قطوة مواطنة، هي أجنبية ام وليام بس قطوتها مواطنة في المستشفى يعاملونها معاملة المواطنات، ما تبغي. الله بسم الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام أبو راشد. يا هلا وسهلا يا أخوي. اللهم لك الحمد أبو راشد. الله يخليك، أنا أكلمك على الهواء، أنا عندي مشكلة ورجائي رجاء حار أن يسمعوني شيوخ دولتنا، وشيوخ دولتنا أنا عندي ثقة أنهم ما يقصرون وياي يوم يدرون أن بنت من بناتهم. ما مقصرين في حد طويلة العمر الحمد لله. أدري يوم يعرفون أن بنت من بناتهم عاشها هالمعاناة من 5 سنوات. أنا عندي زوجي أبو راشد عنده فشل كلوي، الله يعافيك، من 5 سنوات، وعندي 3 أطفال، والبنت الصغيرة مسويت لها عملية قلب. نعم. ودور له في كل مكان عن متبرع، وقلوب أهله متحجرة رافضين يعطونه. أطفالي الصغار وديتهم عند الدكتور عشان يعطونه، الدكتور قال لي الأطفال ما ممنوع ما ينقلونهم من عندهم الكلية، لازم يكون راشد وعاقل يا طويلة العمر. طفل لا. بس أنا زوجته ما أناسبه يا أبو راشد. نعم ما في تطابق يعني. هي نعم ما في تطابق. زين. ما خليت أي مكان، كله يقولون لي في كل الدواوين لازم يكون المتبرع من أهله. إيه ما طويلة العمر ممنوع في كل مكان، قبل كانوا يودونه من الصين الله يطول لي عمرك وخليك، قبل كانوا يودونه من الصين ويودونه بعض الدول وأيضا منعوا، لازم يكون في متبرع يا طويلة العمر، والمتبرع والله يكون والله من الأهل يعني أساس ما يسوون. كثيرين من الناس قاموا يتاجرون بالأعضاء الله يطول لي عمرك وخليك، خاصة ما يتعلق بالمحتاجين وكذا. كتوضيح لك أيضا ما يتعلق بالمحتاجين، كثيرين كانوا محتاجين ويبيعون أعضاءهم، فالآن منعوا منعا باتا في كل الدول، منعا باتا كذي رسمي ما يستوي يا طويلة العمر. بس براشد والله لو تشوفون بنته الصغيرة يوم تشوفها تعبان كيف تصيح تقول له بابا أنا بعطيك، بس أنا بعد بابا تعبانة، شو الموقف يا براشد؟ ما في حل، من حد يا طويلة العمر لا يقدرون، لا شيوخ يسوي اللي حل ولا حد يقدر يسوي اللي حل. لا يا أبو راشد شيوخ دولتنا ما يقدرون، طويلة العمر ما بيجبرون بيجبرون أهل بيقولوا لهم تبرعوا له، ما يقدرون طويلة العمر يعني ما في حل، ما في حل طويلة العمر. الحل يعني يا طويلة العمر إني لاقي له متبرع يتيتمون هاليهال. والله طويلة العمر ما هذا يبر يايل، أنا حرمة دي طويلة العمر. لا معلش طويلة العمر لازم يتبرع لحد من أهله، يتبرع لأوائل سنوات يا أبو راشد. أمه جايت لنا من شهر شافته كيف تعبان تقول لا أنا ما أقدر أسوي لك شيء. والله الحين ما ندخل في حياة عائلته وشو علاقته، ما يتعنينا الأمور هاي، ولكن طويلة العمر أنت الآن مناشدتك يعني أنت تناشدين، ولكن تناشدين ناس ما بديهم حل في هذا الموضوع. هذا الموضوع حل بيد اللي هم مثل ما تقولين أهل أنهم يتبرعوا، الحل غير هذا يا طويلة العمر ما في، لأن هاي العملية لو العملية مالش لو العملية تصير شيوخنا طالت عمرهم على عيني وراسي، ولكن ما يقدرون يجبرون أهل طويلة العمر، وممنوع العملية هاي إنها تشتوي غير حد من أهل ما بيسوونه، ممنوع طويلة العمر، ممنوع طويلة العمر. جزاك الله خير يا ابو راشد، انا اعلنت موضوعي. الله يعافي ان شاء الله، وان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يسمع ويسمعون الشيوخ ويحن قلوب طويلة العمر. معلش انت الان تطبين له ما يقصرون، اللي بيسمعك بيقول والله هم بيديهم هذا الشيء، ما بيديهم ما يقدرون له، ما بيديهم هذا الشيء. انا عقب ما تسكرت كل الابواب في وجهي لجأت لهالباب على عيني وراسي، ولكن طويلة العمر هذا الموضوع حل يا طويلة العمر ان حد من اهلي يتبرع له، غير كذي ممنوع، ما يقدرون طويلة العمر، ممنوع منعا باتا.
الحين يا ابو راشد عنده يوم الاحد لازم يدخل المستشفى عشان قسطره في ايده، عقب كل شهرين في كل مكان من جسمه يسوون له قسطره عشان يغسل الكلى، لازم طويلة العمر. يعني هذا عذاب لدرجه الواحد ما يقدر يتصورها يا ابو راشد. الله يعافيه ان شاء الله. وقدام يا هال الله يعافيه يا ربي، الله يعافيه، الله يعافيه. منو يحس يا ابو راشد؟ الله يعافيه يا ربي. جزاك الله خير يا اخوي. ما حاولي تتواصلين يا اهلي انت بعد، سبحان الله. ما انت يا ابو راشد صرت لهم اترجاهم من 5 سنوات يا ابو راشد، ما شيء فايده. منو اللي يسمع؟ يجون ويشوفونه ويشوفون تعبه، ونحن من اماره راس خيمه، وهو كل يوم يطلع من البيت الساعه 4 الفجر ويرد الساعه 1 ولا 2، يطلع روحه يغسل في مستشفى ام القيوين. الله يحنن قلوبهم ان شاء الله. الله يحنن. الله خير، ما قصرت يا ابو. الله ما يشوفون شر ان شاء الله، ما تشوفون شر. شر ما يجيك، جزاك الله. الله يعافيه ان شاء الله، الله يعافيه، الله يعافيه. الله يعافيه يا رب العالمين يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الو. السلام عليك اخوي راشد. يا هلا وسهلا. راشد كيف حالك؟ الله يطول عمرك. الله يطول. اول شيء ابارك على النادي الفوز، المنتخب الله يطول لي عمرك، المنتخب الا مبروك ان شاء الله يا رب العالمين. امين امين يا ربي، امين ان شاء الله. وكنت البارحه اتكلم موضوع انك تتكلم ان نعتب اللي ناس يتكلمون عنا وشيء، كنت بقول لك ايش على السحاب من نبح الكلاب، خلهم ينبحون برايهم. ما دامنا نحن يا ابو الكاس والله ما يهمنا كلام فلان ولا علان، الحمد لله ان بلادنا في خير الحمد لله. اللهم لك الحمد. يعلها دوم ان شاء الله في زود يا رب العالمين ان شاء الله، نحن وشيوخنا وحكامنا والامارات الكبرى ان شاء الله يا رب. امين يا رب العالمين، امين. يا اخوي انا عندي موضوع بخصوص عندنا في ابو ظبي يسوون في كل منطقه حديقه. نعم والله هي فكره جميله وحدائق جميله، انا شفتهم في العين. هي مسوين في ابو ظبي، مسوين ما شاء الله ما قصروا، سووا في كل فريج. نعم. حديقه في كل فريج وايد حلوه، صغير ونكذا وفيها العاب وفيها وايد جميله. نعم صح حلوه. الحين احنا سوينا في فريج المحارب واحدة صغيرة، وسوى في فريج المزارع عندنا واحدة كبيرة. نعم. اللي في فريج المحارب بس حق اللي عمرهم 4 سنوات يروحون يلعبون فيها، وصغير وايد مش كبير يعني في مات المزارع، ومات المزارع ما شاء الله كبيرة، ويوم يروحون عيالنا يلعبون عند المزارع، عيال المزارع ضربوهم عيال المزارع وردوهم مضروبين، يقولوا انتوا ردوا حديقتكم مش هاي حديقتكم تون في فريجنا. نعم. ويردون. الحين نتمنى ان بلديه ابو ظبي تنظر للموضوع هذا، تكبر الحديقه منطقه المحارب شويه اكبر، يعني وايد وايد صغير وحق عمر 4 سنوات يعني. ان شاء الله فالج نبغى يكبرون. خلينا نوصل رسالتك اذا في امكانيه، ما بيقصرون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مشكور يا ابو ظبي، الله يطول لي عمرك، الله يحفظك ان شاء الله. شوي المحارب يغارون بالمزارع ترى شوي، ليش حديقتنا ما اكبر ونحن اصغر؟ لكن هاي لا يهال بالنهايه، بيضاربون بيضاربون وبيصالحون بالنهايه يعني. قبل احنا عندنا مدرسه واحده وكل يوم دش في المدرسه، والحين كلنا ربع. اي ما الله بسمي الله ما في الحمد لله رب العالمين. يقول لك يا طويل العمر نصيحتي للاباء والابناء بعدم الانشغال بغير القياده اثناء الضباب الكثيف والقياده بحرص وتاتي وترك مسافه. طويل العمر الحين كلهم ينشغلون، خاصه من ايام الانستغرام هذا، كل اللي بيصور الضباب ويحط الصورة ويكتب ضباب، واللي يكتب لك زحمة، واللي واللي يصور لك الإشارة، واللي يصور لك عندي هلا باسمه، كل شيء الحين يصورون ويحطونه في الانستغرام. خص الحريم عاد يا الله يحبهم، صورت الكيك وصورت الأكل، صارت المطعم صورت المطعم، صبغت الضفورة حطت مال صبيغ الضفور. اي حد من بعد طلع نحن شلنا نحن. اي انا والله اليوم متحني، امس وحدة محاطة ايش اشوف حاطة ايديها ومصورت لنا، كاتب لها واحد بيديش رعب، قالت لها ما بيدي. يوم كتب لها رعب كتبت ما بيدي، اول فرحان على اساس ان ايديها يعني قافضة كوب الشاي، يصور انه شاي. تصور امها، هذه امي حذاري الوالد اسمي. فخلق الله خالي كله مشغول الحين، لا تقول لهم لا تنشغلون. قوم تسرع يوم في اليوم في هذا برايي، اذا مثلا حركه سير بطيئه لكن يوم يسرعون قول لهم لا تنشغلون، هنا المشكله. الله ان شاء الله يسلم كل حد يا ربي. يقول لك يا طويل العمر ايضا هني شو الموضوع خالي، شوف
نبارك حق المنتخب الوطني الفوز بكاس خليجي 21 ويستاهلون ناموس. الله يبارك فيك يا اخي. بغيت رقم الحرمه اللي تعالج البهق علي. زين جزاك الله خير. يقول يا ليت تقرا الصحف قبل الخروج على الهواء. بتستوي عاده ما بحلو. اوقات تغلط في اللفظ. الخطا صاير طويل العمر. ما اقرا قران انا يعني الان. والخطا يعني مسموح الخطا. والله المنصور يسوي اعلان في الجريده. بعدين المنصور يعني شوي كلامك مع احترامي لك يعني ما ب يعني ما اعتقد ان كلامك صح. اذا كل يوم 2000 درهم الشهر 60,000 صح ولا لا؟ اي اي صح. اذا كل يوم 2000 درهم الشهر 60,000. إذا كل يوم 60,000 في الشهر كم يستوي؟ 2000 درهم. إيه شفت العملية الحسابية كيف؟ المهم هذا يقول عندي صالون. يعني من شي أنا أقول لك يعني ما عندي صالون. مركز تجميل نسائي. دخله اليومي 200,000. 200,000 2000 عفوا. انا بلاي اليوم الشيخ سلطان متبرع ب 10 مليون قلت 10,000 نسيت معليش. ويا يعيبهم يوم تقول شيء غلط كلهم يطرش لك مسج وكلهم ما تقول شيء صح ما يقولون شيء. يوم تقول شيء غلط كلهم يطرشون ها غلط غلط غلط. شكرا يا دكتور. اول واحد مطرش لي دكتور انت عاد تشتغل وزاره الثقافه الدكتور حبيب غلوم مرثى وزاره الثقافه لازم. قالت لي 10,000 وايد لا واخذ شيء فئه وحده. لام وايد عشان 10,000 كتب لي 10 مليون وايد اون فيها وايد. زين يا دكتور مشكور جزاك الله خير. فيا طويل العمر اذا الحين الصالون يدخل كل يوم 2000 درهم زين خالي اذا كل يوم 2000 درهم شهر 60,000 دخل شهرين كم يستوي؟ 120 ثلاث شهور 180 اصبر عليه ثلاث شهور احسن لك بدال ما تبيعه الحين ب 150,000 وان صبرت اربع شهور بطلع مال ايجار ومال عمال وكل شيء بيصير لك صافي بعد 180 الحين الايجار بكم بيكون 30 خله ب 30 خلي الايجار ب 40 العمال بكم يعني ان شاء الله فالك طيب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو السلام عليكم يا ابو راشد. عليك السلام ورحمة الله. شيخ بارك عساكم خير. الله يطول لي عمرك يا سيدي. سامحني من يومين بكلمك لكن أول كان عندنا حفل مال RTA والبارحة كان اجتماع قبل الجمعة. والله ما عرفت صوتك أبو أحمد تصدق. شو أخبارك عمي شاعر علي الخوار نعيمي يا هلا وسهلا بك وي كيف حالك؟ الله يسلمك. شو أخبارك؟ المهم عمي مبروك عليك. مدام مشغول الله يبارك فيك مدام مشغول في 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 خدمة الوطن وفي حب الوطن وفي إسهاماتك الجميلة هاي للوطن انشغل على كيف الله. كيفك أبو أحمد ولاحقين ومثل لاحقين على بعض مثل ما يقول. أتمنى منك السموحة. لا 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 يا أبو أحمد بالحل بالعكس أنت إنسان نشيط ويعجبني فيك نشاطك ومثابرتك وحبك وإخلاصك لبلدك وأيضا تفانيك في عطائك لبلدك وأبناء بلدك ومشاركاتك أيضا الجميلة سواء داخل الدولة وخارج الدولة تلبي جزاك الله خير. دعيت في أمريكا ما قلت لا الحمد لله رب العالمين ركبت الطيارة واتجهت يعني فهذا شيء جميل منك ابن لأبناء الإمارات البارين اللهم لك الحمد والشكر وأيضا نشيط في مجال عملك الحمد لله رب العالمين نشكرك جزيل الشكر وعملك التوفيق. بعدين نثمن الدور الكبير أيضا لقناتك اللي هي قناة أغاني اللي أنت تملكها هذه إشاعة. لا 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 بغض ما نص مليون لا أنا أثمن الدور اللي أنت تقوم فيه
والتسجيل ايضا في الاستوديو عندكم الاغاني هاي الجميله اللي تطلعونها لمتكم انتم كشعراء كملحنين كفنانين في هذه القناه ايضا كان الاثر الكبير الحمد لله في اثراء الساحه الفنيه الاماراتيه بكثير من القصائد والاغاني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يقدرنا ان شاء الله نكون دوم عند حسن ظن الجميع يعني. الله يسلمك ويخليك. الله يطول. الله يسلمك يا ابو راشد. انا طبعا ابارك لك وبارك للشعب الامارات وقياده الامارات فوز المنتخب طبعا. وحتى لو ما فازوا بالكاس بعدنا بكون سعيدين. هذا الكلام 100% صحيح. نعم صحيح. قدموا مستوى رائع. نعم. وكفايه ان مدربنا بعد الوطنيه الكابتن مهدي علي اوجه له اكبر تحيه وكل الطاقم اللي وياه. الاخوان والجماعه وايضا لاعبينا الكبار عدنان طلياني عبد القادر حسن نجومنا كلهم بعد يعني نوجه لهم التحيه والشكر على كل الجهد اللي قاموا فيه فرحونا وفرحوا الشعب الامارات ولا ننسى طبعا بعد وقفه اخواننا البحرينيين ومملكه البحرين وتنظيمهم الرائع هذا بعد لابد ان نذكره لابد ان نشكرهم عليه لابد ان نقيم جهدهم وإبداعهم صراحة في احتضان البطولة يعني فأنا اللي حبيت أني أهنيك وأهنيهم وأهني الجميع بالكاس الغالية هناك الله بالإيمان وطاعة الرحمن شو بيقول شو قال أبو أحمد والله أنا دائما أنا ما أشتغل عقب قد ما أشتغل قبل زين نبغي اللي مشتغل لنا قبل هذا هو الزين عرفت لأن في البداية نحن نشتغل نحمس جمهورنا نحمس لاعبيننا نحمس الجميع عشان نقدر نوصل للي نبغاه نعم لكن عقب ما نحصل البطولة تكون دورنا مجرد تهنئة أكثر ما أنها سمانة وإن شاء الله نكون وياهم دوم في كل المشاركات الداخلية والخارجية إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله أنا أقول طال عمرك يا رجال المنتخب أنتوا رجال تخطفون المجد من رأس الزمن عزمكم وصراركم للدار قال يا وطننا كلنا نفدى الوطن يا البروج الشامخة في كل حال روسكم في شامخ العليا ربا ما تناكم مستحيل ولا محال كالوطن اللي في حناياكم سكن طبعا هاي أبياتي والتكملة هي أبيات الشاعر حسان العبيدلي وحسان العبيدلي يقول لا جدال بعزمكم لا جدال تشترون العز لو غالي ثمن يا رجال المنتخب أنتوا مثال للتحدي والإرادة في المحن الرجال أفعال في كسب المنال وأنتوا يصدق في وعدكم كل ظن يا إمارات الفخر خلفك رجال للعلا ترنوا لجلعين الوطن ويا رجال المنتخب أنتوا رجال تخطفون المجد من رأس الزمن عزمكم وصراركم للدار قال يا وطننا كلنا نفدى الوطن سلام تروسكم سلام خليك أبو أحمد وألف ألف مبروك مرة ثانية ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله يا رب العالمين الله يسلمك سلام للجميع مشكور يا أبو حياك الله كل أبني أهلا وسهلا حياك الآن طبعا استقبالات سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو مجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان حفظ الله ورعاه يستقبل طبعا أبطال خليجي طبعا 21 في مكتب سموه بالديوان الأميري طبعا كان اللقاء الساعة المفروض الساعة 11 فتأجل اللقاء لظروف معينة لين الساعة 12 بعد شوي إن شاء الله بيكونون طبعا على ما أعتقد وصل البص على ما أعتقد وبعد شوي إن شاء الله بيكونون الجماعة موجودين إن شاء الله هني اللي أيضا هذا الدخول البص أيضا وصل للبص طبعا اللي مو بص واحد ما شاء الله لا بصات اثنين ما شاء الله اللي طبعا وثلاث بصات اللي تقل طبعا لاعبي واداريي واعضاء طبعا اتحاد كرة القدم اللي على موعد الان ان شاء الله بعد قليل
شو الان. اتواصل طبعا بشوف ان شاء الله